عن حال أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة، فكيف بما أعده الله لعباده الصالحين في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجى منك. تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب. ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى